احنا اليوم حاضرين باش نحتفلوا بإيد يناير بالسنة الأمازيغية، نحتفلوا بها. وأولا كل عام وأنتم بخير وأسقاس أسعدية مباركي، وفي نفس الوقت كنوجهوا رسالة للحكومة بإقرار السنة الأمازيغية عيد وطني مؤدعا كاع المغاربة. كيقول لك غادي نحتفلوا كاملين، غادي نديروا كامل احتفال كبير، وقال احتفال كبير كيحتفلوا فيه في ديورهم. إما حنا مازال ما شفنا شي إقرار السنة الأمازيغية، مازال ما شفناهاش. أما الاحتفال بصفة عامة، المغاربة دائما راه كيحتفلوا، كل منطقة واش كتسمي، شي تيسمي إيد يناير، شي تيقول حاكوزة، شي تيقول السنة الفلاحية، المغاربة كلهم راه تيحتفلوا، ولكن بغينا الطبع الرسمي لهذا. الحضور ديالنا اليوم نحتفلوا برأس السنة الأمازيغ 1973، سنة سعيدة، أسكوسي غدا، أسكوسي مينو لجميع المغاربة. المطالب ديالنا عفوا هو خص يكون واحد عيد وطني وعطلة رسمية لجميع المغاربة. اليوم الجزائر كانت السباق، وخصنا من المفروض المغرب خصو يكون السباق. هذه عاصمة إمازيغن. حنا اليوم كنحتفلوا بالتقاليد، بالتاكولا، بالسكسو، بأحرير، بجميع الخضرة، اتباع بالأرض والهوية. كنحتفلوا بالسلم والسلام. وهذا اليوم تيكون هذا اليوم اللي كنتواجدوا هنا أمام البرلمان، تتكون فيه شق احتجاجي وشق احتفالي. في نفس الوقت تنحتفلوا، ولكن في نفس الوقت تاني تنحتجوا على الحكومة. حكومة راه تنشوفها يمكن غادية في التفعيل ديال الأمازيغية باش يكون عيد وطني وعطلة رسمية. 10 سنين مشات هوب مع الإسلاميين ديال البي جي دي اللي ما شفنا منهم والو. واليوم راه كنطالبوا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو باش يعطينا عطلة وعيد وطني.